بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. الحمد لله الذي جعل في تعاقب الأيام والأعياد عبرة لأولي الألباب، والصلاة والسلام على الحبيب محمد الداعي إلى الهدى والصواب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون عباد الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، تقبل الله منا ومنكم الصالحات من الأعمال. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الأيام أياما مباركة عليكم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها، ونسأله تبارك وتعالى أن يعيد تلك الأيام المباركات علينا وعلى أمة محمد وعلى مصرنا الحبيبة باليمن والخير والبركات. أيها المسلمون عباد الله، أحسن الله عزاءكم في شهر رمضان المبارك الذي سرعان ما انفلت منا سريعا. أيها المسلمون عباد الله، سيروا على نفس المنهج الذي كنتم عليه في رمضان، سيروا على نفس المنهج الذي كنتم عليه في رمضان. فقد كنا والحمد لله نحافظ على الصلاة في جماعة، وقد كنا والحمد لله نصوم كل يوم، ونقوم كل ليلة، ونتصدق كل يوم، ونقرأ يوميا جزءا على الأقل. كنا والحمد لله على أحسن حال، فحافظوا على ما كنتم عليه في رمضان، واعلموا أن من علامات قبول العمل، أن علامات قبول الطاعات التوفيق للطاعات الأخرى، من علامات قبول الحسنة التوفيق لأختها من الحسنات. فيا أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن الشيطان قد خرج لكم من توه، قد خرج لكم من قيوده وسلاسله وأغلاله، وهو أشد عليكم حقدا وحنقا وحسدا وغيظا، وقد أقسم بالله العظيم ليغوينكم أجمعين وليضلنكم أجمعين حتى تكونوا معه في جهنم والعياذ بالله. فاحذروا من الشيطان، واحذروا من إغوائه، واحذروا من إضلاله،
واحذروا كذلك من الدنيا فإنها ستنكب عليكم بأمغاصها وأنكادها ومشاغلها. وحفظوا على ما كنتم عليه في رمضان أيها المسلمون عباد الله. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قدم المدينة واليهود لهم يومان يلعبون فيهما، فالناس كانوا يلعبون معهم، كانوا يحتفلون بهذين اليومين. فسأل النبي صلوات ربي وسلامه عليه عن هذين اليومين، قالوا هذان يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بيومين خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، هذان يومان من أعظم أيام الله تبارك وتعالى. فاحمدوا الله تبارك وتعالى أن بلغكم يوم الفطر، احمدوا الله تبارك وتعالى أن صمتم وقمتم وكنتم بخير حال، ووفقكم الله تبارك وتعالى لهذا اليوم العظيم. فإن هذا اليوم يوم عظيم من أيام الله تبارك وتعالى، تتجلى فيه عظمة دين الإسلام الذي هو الدين الحق وما سواه باطل. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكن مفتخرا ومعتزا أنك من أهل الإسلام، أنك من أهل الإيمان، أنك من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام صلوات ربي وسلامه عليه. أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، فإن تقوى الله تبارك وتعالى فيها المخرج لكم من كل هم ومن كل كرب، فيها المخرج لكم من كل هم ومن كل كرب. قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن أراد أن تيسر أموره فإنه ينبغي عليه أن يكون تقيا لله تبارك وتعالى، فقد قال سبحانه، قال الله تبارك وتعالى عن التقوى، قال الله تبارك وتعالى عن التقوى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من أراد أن ييسر أموره وأن يفرج كربه فليتق الله تبارك وتعالى. واعلموا أيضا أن تفريج كرب أمتنا ومصرنا الحبيبة وما فيه من هم وغم ونكد لن يكون ذلك عباد الله، لن تقوم مصر من كبوتها إلا إذا حققنا التقوى لله تبارك وتعالى، ولن تنصر أمتنا في المشارق والمغارب إلا إذا اتقينا المولى تبارك وتعالى. لن ينصر المسلمون في أي مكان من أرض الله وفي أي مكان وفي أي زمان إلا إذا حققوا التقوى. تأملوا عباد الله في بعض المعارك الإسلامية، كان الروم عددهم كثير جدا لا يعد ولا يحصى، وعدد المسلمين قليل، ومع ذلك كان ينتصر المسلمون بفضل الله تبارك وتعالى دائما ويفتحون المشارق والمغارب. فقال لهم أميرهم يوما ما لكم تنهزمون، ما لكم تنهزمون أمام هؤلاء القلة فإنهم قلة وأنتم كثرة. قالوا إنهم قوم يقومون الليل ويصومون النهار ويتنصحون فيما بينهم، لذلك انتصروا علينا. وفي معركة من معارك المسلمين، معركة بين المسلمين وبين الرومان، كان قائد تلك المعركة القائد المسلم البأرسلان رحمه الله رحمة واسعة. في يوم من الأيام كان عدد المسلمين 20,000 وعدد المشركين 600,000، 600,000 والمسلمون فقط 20,000. تقابل الجيشان، تقابل الصفان، وهنا عباد الله فوجئ المسلمون بهذه الكثرة الكثيرة. ماذا يفعلون وكيف يقاتلون هؤلاء القوم؟ كيف يقاتلون كل هؤلاء الناس وهم عددهم قليل؟ لكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وهنا هذا القائد المسلم الذي يدعى البأرسلان وقف
يخطب في الناس خطبة عصماء، وقال لهم: إن الموت في سبيل الله أكرم لكم وأعز لكم من أن تعيشوا أحياء، لكنكم أذلاء، لكنكم صغراء، لكنكم تعذبون وتهانون. وفي هذا الحال لبس كفنه وأمر الجنود جميعا أن يلبسوا أكفانهم، ثم انطلقوا، انطلقوا كالسيف، انطلقوا جميعا ووقفوا على رؤوس هؤلاء فقطعوهم جميعا، قتلوهم جميعا، وانتصر المسلمون بفضل الله تبارك وتعالى. ثم جيء بقائد الروم، قائد تلك المعركة المشرك، جيء به إلى قائد المسلمين وقد قيد في الأغلال والسلاسل، ثم قيل لهم: بيعوا هذا القائد، فباعوه، تجولوا به على جنود المسلمين أجمعين حتى يشتريه أحد من المسلمين، فأبوا جميعا إلا رجل واحد وقف وقال: لن أشتري هذا الرجل إلا بهذا الكلب، معه كلب أعزكم الله، لن أشتري هذا الرجل إلا بهذا الكلب. فذهبوا إلى قائدهم ألب أرسلان وقالوا له: كل الناس أبوا أن يشتروا هذا الرجل إلا رجلا واحدا قال أشتريه بهذا الكلب، فقال: الكلب أعز منه وأكرم منه عند الله، فالكلب يسبح الله، لكن هذا كافر لا يؤمن بالله تعالى، ولكن بيعوه له. فباعوه له واشتروه، ثم ربطوه في الكلب وأطلقوه إلى أهله مرة ثانية، قائد الرومان ربط في الكلب وأطلق إلى أهله مرة ثانية، إنهم انتصروا بتقوى الله تبارك وتعالى. وهذه هي الثمرة المرجوة من الصيام، الثمرة المرجوة من شهر رمضان أن تتقوا الله تبارك وتعالى، أن تتخرجوا من تلك المدرسة الربانية بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. فاتقوا الله تبارك وتعالى أيها المسلمون عباد الله، فإن مصر عباد الله لن تقوم من كبوتها إلا بتقوى الله، إلا إذا حقق المسلم تقوى الله تبارك وتعالى. اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في أولادكم، واتقوا الله في زوجاتكم، اتقوا الله في أعمالكم، واتقوا الله في شوارعكم وفي جيرانكم، اتقوا الله تعالى في سركم وفي علانيتكم، فبتقوى الله تعالى تنصرون، وبتقوى الله تعالى تفرج الكروب، وبتقوى الله تعالى تزال الهموم، بتقوى الله تبارك وتعالى يرفعكم الله تعالى درجات في الدنيا والآخرة، بتقوى الله تنجون بإذن الله تعالى من عذاب الله يوم القيامة، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أيها المسلمون عباد الله، في هذا اليوم العظيم من أيام الله تبارك وتعالى يوم الصلة، ينبغي على المسلم أن يصل أرحامه التي قطعت منذ أشهر، أبل ربما منذ سنين، فإن من وصل رحمه وصله الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: ليس الواصل بالمكافئ، لكن الواصل الذي إذا من قطعت رحمه وصلها، ليس الواصل الذي يصل من وصله، لكن الواصل الذي يصل من قطعه منذ سنين ومنذ أشهر. وأيضا عباد الله، في هذا اليوم يوم الصلح بينك وبين الله وبينك وبين الناس، اصطلح مع إخوانك في الله تبارك وتعالى، الذين تخاصمت معهم والذين هاجرتهم والذين لم تكلمهم، وابدأ أنت بالسلام فخيرهم الذي يبدأ بالسلام، اصطلح لوجه الله تعالى، واعلم أنه لن ترفع لك صلاة ولا صيام ولا قيام ولا قرآن ولا عمل صالح إلا إذا اصطلحت مع إخوانك في الله تبارك وتعالى. في هذا اليوم العظيم من أيام الله تبارك وتعالى الذي تتجلى فيه عظمة هذا الدين، ينبغي أن يفتخر المسلمون بدينهم وأن يعتزوا بإسلامهم ولا يتشبهوا بالكافرين في أعيادهم. فينبغي على المسلم أن يحذر من المخالفات الشرعية، من تلك المخالفات التي انتشرت في شوارع المسلمين وفي قرى ونجوع ومدن المسلمين، كثرة التبرج والسفور بين فتيات المسلمين ونساء المسلمين. فينبغي على كل مسلم أن يلزم ابنته، يلزم أخواته وأمه بأن يلتزموا بالحجاب الشرعي، يلتزموا بدين الله تبارك وتعالى.
في هذا اليوم كذلك أيضا من المخالفات التي يقع فيها كثير من المسلمين يذهبون إلى المقابر، فإن هذا اليوم ينبغي أن يفرح فيه كل الناس ولا يحزن فيه أحد، فليس هذا اليوم يوم المقابر ولا يوم الحزن، إنما هو يوم الفرحة الكبرى. وفي هذا اليوم أيضا ينقلب الناس عندما مات لهم ميت وقد مر عليه ربما 10 أشهر، لكن هذا أول عيد يمر عليه، فينقلبون يعزونه بدلا من أن يهنئوه بيوم العيد. هذه من المخالفات أيضا. اتقوا الله تبارك وتعالى وهنئوا أنفسكم وقولوا لبعضكم بعضا تقبلوا الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال. حافظوا أيها المسلمون عباد الله على صلاتكم وحافظوا كذلك على صيامكم، فبعد رمضان صموا 6 أيام من شوال، فمن صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر كله. حافظوا على القراءة في كتاب الله تبارك وتعالى كما كنتم تحافظون على ذلك في رمضان. اسألوا الله تبارك وتعالى كثيرا كثيرا أن يفرج كرب أمتنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا وإياكم الصالحات من الأعمال. اللهم تقبل منا ومنكم، اللهم أعد علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعد علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا من الفتن، اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصر في أمنك وأمانك، اللهم اجعل مصر في أمنك وأمانك وضمانك. اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. فرج كرب أمتنا وفرج كرب دولتنا يا رب العالمين، ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا صلاتنا وتقبل منا صالح أعمالنا يا رب العالمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيد علينا وعليكم تلك الأيام المباركة بالأمن واليمن والخير والبركات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. انصرفوا مأجورين غير مأزورين، وتقبلوا الله تبارك وتعالى منا ومنكم الصالحات من الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.